مرحبا بكم أحبائي التلاميذ المستوى الثاني ابتدائي، معكم الأستاذة هدى. حصة اليوم مخصصة لدعم عام في الوحدة الثالثة من مادة النشاط العلمي، وبالضبط في الصوت والحركة. كنت قد طلبت منكم سابقا إنجاز التمرين الأول، حيث سوف تجيبون بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة. بالنسبة للتمرين الثاني سوف تلونون بطاقة الصورة التي تعبر عن الصوت الهادئ باللون الأخضر، وبطاقة الصورة التي تعبر عن الضجيج باللون الأحمر. بالنسبة للتمرين الثالث سوف تسمون نوع القوة المستعملة. نحن تعرفنا على ثلاث قوى، أنتم سوف تلاحظون الصور وتقومون بتسمية نوع القوة المستعملة. بالنسبة للتمرين الرابع سوف تملؤون الجدول بكتابة اسم الجزء الذي يهتز فيحدث صوت. أما بالنسبة للتمرين الخامس سوف تذكرون مراحل صنع هاتف بسيط. ننتقل الآن إلى التصحيح ونبدأ بالتمرين الأول. أجيبوا بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة. الهمس صوت قوي. إذن هل الهمس صوت قوي؟ إجابة خاطئة. الهمس صوت ضعيف، أو نقول صوت خافت. ينتشر الصوت عبر الهواء والخشب فقط. أيضا هي عبارة خاطئة، لأن نحن تعرفنا بأن الصوت ينتشر عبر الهواء والخشب وأيضا الماء. الجملة الثالثة، ينتج الصوت عن اهتزاز الأجسام. هذه الجملة صحيحة فعلا، عندما تهتز الأجسام تصدر صوتا. الصراخ شدته مرتفعة، أيضا إجابة صحيحة. نصحح الآن التمرين الثاني. ألون بطاقة الصورة التي تعبر عن صوت هادئ بالأخضر، وبطاقة الصورة التي تعبر عن الضجيج بالأحمر. إذا نبدأ بأول صورة، ماذا تلاحظون؟ هي صورة ماذا؟ نلاحظ في الصورة بأن طفلين يقومون بمشاهدة رسوم متحركة. إذا هل هؤلاء الأطفال يصدرون صوتا مزعج؟ لا، بل هادئ. إذا هذه الصورة تعبر عن صوت هادئ، نقوم بتلوينها باللون الأخضر. الصورة الثانية ماذا تمثل؟ نلاحظ أن الطفلة تقوم بالصراخ. إذا الصراخ هل هو صوت مزعج أم صوت هادئ؟ هو عبارة عن صوت مزعج، نقوم بتلوينه باللون الأحمر. الصورة الثالثة هي عبارة عن منبه. إذا صوت المنبه كيف هو؟ عبارة عن صوت مزعج، نقوم بتلوينه باللون الأحمر كذلك. الصورة الأخيرة تمثل صورة العصفور. إذا صوت العصفور هل هو صوت هادئ أم صوت مزعج؟ صوت العصفور عبارة عن صوت هادئ، إذا نقوم بتلوينه باللون الأخضر. نصحح الآن التمرين الثالث. أسمي نوع القوة المستعملة. إذا أول صورة هي عبارة عن صورة مكواة. المكواة لكي تشتغل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أي قوة؟ إلى قوة كهربائية. وبالتالي الصورة الأولى تمثل، أو القوة التي يمكننا أن نستعملها فيها هي قوة كهربائية. الصورة الثانية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ تم جذب المسامير عن طريق المغناطيس. إذا هذه القوة تسمى قوة مغناطيسية. أما الصورة الثالثة نلاحظ بأن هناك شابان يقوم بدفع الصندوق. إذا يحتاج إلى أي قوة لدفع هذا الصندوق؟ يحتاج إلى قوة عضلية. نصحح الآن التمرين الرابع. أملأ الجدول بكتابة الاسم الجزء الذي يهتز فيحدث صوتا. إذا بالنسبة لآلة الطبل، ما هو الجزء الذي يهتز؟ إذا الجزء الذي يهتز هو الجلد. بالنسبة للصورة الثانية هي عبارة عن آلة القانون. إذا ما هو الجزء الذي يهتز في آلة القانون؟ الوتر. الوتر هو الجزء الذي يهتز في آلة القانون. ننتقل إلى تصحيح آخر تمرين. أذكر مراحل صنع هاتف بسيط. إذا لصنع هاتف بسيط نحتاج أولا لإحضار كوبين، حيث نقوم بثقبهما. إذا أول مرحلة ثقب الكوبين. المرحلة الثانية نقوم بربطهما بخيط، أي هذين الكوبين نقوم بربطهما بالخيط. المرحلة الثالثة نقوم باستعمال هذين الكوبين كهاتف. إذا المرحلة الثالثة هي استعمال الهاتف. إذا إلى هنا أحبائي تنتهي حصتنا. شكرا جزيلا على حسن تتبعكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.